Bismillah. Wir sind jetzt mit dem Kapitel 3. Kapitel 3. Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Huna tajidun Raha wa Istirha Masalan. Lasfel, sehen Sie die Fotos an. Welches Foto gefällt Ihnen? Fa'atani Mithal. في الدائرة mir gefällt Foto B am besten. يعني يعجبني الأكثر Foto B. Ich mag die Berge so gern. يعني أحب الجبال جدا. هو الجميع يحاول يعطيني جملة. فنبدأ مع أستاذة أميرة. تمام، مي جفالت فوتو اي ا ام بيستن ايش ماك داس مي سو جان. زبا عبد الله المايك مي جفالت فوتو اي ام بستن اشماجا اشمج داي هوزه سو بيرن في هاي ذا زوجين تاني كده دي هاي ذا هوزه انت ايه قلت البي سي تي اوكي ذا ام اسامه المايك طيب أستاذ محمد بعدين الأستاذ أم أسامة مي جيفالت فوتو دي ام بيشن اشمج مثلا هي دي اي بيوت يعني هو مش دي اي طيب انتم اخترتم دي صح؟ دي دي طيب مي جيفالت فوتو دي طب لماذا؟ ايوه يعني هي دي بيوت دي ولا ايه مش عارفه هو انا بختار بس صوره مختلفه عن اللي الناس قالوها فانا مش عارف دي اصلا طيب تمام استاذه غاده هو انا برضو مش عارفه حتى الصوره اللي جنبها سي برضو هي نفس الحوار تمام انتم تحتاجون ماشي طب سارفع هنا هكذا اخترتم صورة هنقول مثلا تمام الجملة مي جفلت مير جفلت فوتو ام بستن ولا ام بستن ايش اوكي مج اقول مثلا بحر سوبر يعني تمام ايه بحر بقى مش فاكر بصراحه بحر اشماك دس ميع بس تمام أوكي أستاذة أسامة أم أسامة أنت جاهزة؟ طيب ننتقل هكذا إلى التدريب الثاني طب مستر محمد معلش سؤال كده تفضل ماشي هو ليه بنقول 100 جيفولت فوتو ما ينفعش نقول فوتو بي جيفولت 100 كلاهما ممكن لكن هو الآن الله أعلم يعني يريد أن يعلمك الترتيب بس هي كلاهما ممكن فوتو بي جفات ميا ماشي أوكي سؤال wie begrüßt man sich in verschiedenen Regionen يعني كيف يقومون بالتحية في أماكن مختلفة sehen Sie die Fotos an und hören Sie انظر إلى الصور
واستمع. فلدينا guten Tag, grüß Gott, grüezi miteinand, Tag. ولدينا في الصورة هناك ألمانيا وسويسرا والنمسا. فلدينا روشتوك، برلين، إنسبوك، زانت كالن. فسنستمع كيف يقولونها وننسب التحيات للمدن المختلفة. Lektion 3. Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Aufgabe 2. A. Tag. Willkommen in Rostock. Rostock ist die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutsches Bundesland und liegt im Norden an der Ostsee. B. Grüß Gott und herzlich willkommen hier in Österreich, im herrlichen Bundesland Tirol und in der Landeshauptstadt Innsbruck. C. Grüezi miteinander im Schweizer Kanton St. Gallen. Der Kanton und sein Hauptort, die Stadt St. Gallen, liegen in der Nordostschweiz. B. Guten Tag und willkommen in Berlin. Berlin ist eines der deutschen Bundesländer und zugleich die Hauptstadt von Deutschland. هي المدينة الأولى كانت لم تكن روشتوك وإنما روستوك، وهنا تعرفون الفرق، يعني عندما يفصل بين الأس والتي نقولها عادي روستوك، لكن عندما يكونون مع بعض في جزء واحد روشتوك مثلا الذي هو خطأ يعني. وفي برلين لاحظتم أنه كانوا يقولون يوتن تاغ، فهذه لهجة. طيب نبدأ مع عبد الله، وبعدين بعد guten Tag grüß Gott أين نضعها؟ المايك ونسبه انفروك. تمام أستاذة أميرة، grüß miteinander. معلش قول تاني، بتقول ايه؟ الغريتس ميتانانت نضعها في أي مدينة؟ مش عارفة، بس تقريبا ليه استي جالين تقريبا. تمام زانت جالين. أوكي أسامة أنت جاهزة؟ طيب أستاذ محمد تاخ. ثواني اللي هي مش فاكر، هي اللي هي روستوك ده؟ ده روستوك، هي روستوك ولا روستوك؟ تمام روستوك. طب معلش ممكن تقول من الأول تاني كده عشان أنا تهت منك. بس روستوك تاخ. برلين نقول فيها جوتن تاك، و إنسبروك grüß Gott، و سانت غالن grüße miteinander. تمام. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. طيب معلش يا مستر محمد، في نفس الصفحة في نفس السؤال
لا شاهدين يعني مرة أخرى في نفس السؤال بيا شاهدين لم أفهم عليك في أي تدريب تقصد؟ نحن فيه في السؤال اللي هو اللي احنا كنا فيه اللي هو السواي يعني ممكن تعيد السؤال؟ ماشي، معنى كلمة بيا شاهدين كلمة السؤال اللي احنا كنا فيه يا شادين طيب في غيغون يا شادين غيغون الصوم فشيدنا غيجيونا هو الغيجيونا هي المناطق أو الإقليم يعني ماشي يا شادين بقى فشيدنا مختلفة مختلف هو أصلا كلمة فشيدا هي كلمة مختلف لكن بما أنها صفة يعني قبل الاسم فأضفنا الـ an وهذا سيأتي فيما بعد يعني في الدروس القادمة أيوة نقرأ الآن الكلمات Wald der Wald الغابة die Wiese النجيلة دي فلانسا النبات وفلانسا يعني فيها بي وبعدين الاف فلانسا وإنما فلانسا بعد ذلك داس دورف القرية دي كاتسا القطة der Hund الكلب der Vogel الطائر der Frosch العصفور في الصفحة التي بعدها لدينا das Meer البحر der Strand الشاطئ der See البحيرة der Fluss النهر das Ufer الضفة يعني die Landschaft الطبيعة der Berg الجبل der Hügel يعني التلة أو التل الذي أصغر من الجبل فنرجع إلى Aufgabe 3 Landschafts- und Städtereisen فلدينا موضوع الخط بعد landschafts هذا نستخدمه عندما كلمتين من نفس النهاية فهي المفروض landschafts reisen و städte للاختصار فعلنا ماذا landschafts städte reisen آه. Welches Foto passt überfliegen Sie die Werbetexte ordnen Sie zu أي الموضوع نبدأ بالموضوع الأول تو في كثير من stop قف hier finden Sie Ruhe هنا تجد راحة Entspannung استرخاء und Erholung هو يشبه أيضا الاسترخاء auf dem Öko-Wellness-Bauernhof هو البنهوف أولا مع كل شيء يجعل البدن يرتاح فهذا يسمى فيلنس والسباحة مثلا وهكذا أوكو بيئي فمزرعة
بيئية للعافية أو للصحة أو للاسترخاء. Von Johann und Theresia Lintala. من كليهما gehen die Uhren anders. تمشي الساعات مختلف. فأنders مختلف. Bei uns عندنا gibt es keine Termine. لا يوجد مواعيد. Hier هنا muss nichts schnell gehen. يعني لا يجب أن يمشي شيء سريع. Sie dürfen langsam sein. أن يمكنكم أن تكونوا بطيئين. Lange schlafen. تناموا لمدة طويلة. Lange frühstücken. تفطروا بشكل طويل. Unseren Bergkräutertee. Bergkräutertee. Tee شاي. Kräuter أعشاب. Berg جبل. فشاي أعشاب الجبلي. Unsere Original Heudampfbäder. فالهيدامفبيدر حمامات بخار. الهي هو الذي العلف الذي يأكله الحصان مثلا والبهائم. Und unsere gute Luft genießen. وأن تستمتعوا بهواءنا الطيب أو الجيد أو النقي ربما. يعني هو يقصد بالنقي. Wandern Sie über hellgrüne. Wandern يعني تجول. أنتم حول أو على hellgrüne Wiesen. نجيلات أخضر فاتح. فالgrün أخضر hell فاتح. Durch dunkelgrüne Wälder. عبر غابات أخضر غامق. Und Sie werden erleben وستعيشون أو سترون يعني هي auf dem Lintaler Hof هنا في هذه المزرعة ist die Welt noch in Ordnung. فالدنيا هنا ما زالت على ما يرام. Und wenn Sie doch mal einen Einkaufsbummel machen wollen, يعني لو أردتم أن تشتروا وتتسوقوا, dann fahren Sie einfach ins Inntal hinunter. إذن اذهب إلى إلى الأسفل يعني إلى الإنتال إلى المكان هناك وهنونتا إلى الأسفل. Mit dem Auto مع السيارة sind es nur 15 Minuten. هي فقط 15 دقيقة nach Innsbruck إلى Innsbruck. فإنسبروك اسم المدينة. هو إنتال الله أعلم هو التال أصلا الوادي. التال هو الوادي. فممكن إنتال الله أعلم يعني في 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 الوادي أو هو اسم المكان. Herzlich willkommen, مرحبا, Ihre Familie Lintal, أسرتكم لينتال. فالآن نذهب إلى الأسفل. Du möchtest الآن ب Du möchtest kitesurfen lernen, يعني تريد تعلم السيرفينج. Na dann, إذن. Dann komm doch gleich zu uns, مباشرة إلينا, nach Pipelo am Salzhaf, إلى هذا المكان. Du hast die Motivation, لديك الحافز, wir haben die Erfahrung, نحن لدينا الخبرة. Unsere Segel- und Surfschule, مدرستنا للسيرفينج والسيجن, هو السيجن الذي على اللوحة واللوحة يعني فيها قماش حتى يذهب بالهواء, فهذا هو السيجن. أما السوف هي اللوحة فقط. وينكند ist der ideale Ort, هو المكان المناسب für dich, لك. Hier gibt es Unterricht, هنا يوجد درس für Anfänger, للمتقدمين المبتدئين يعني und fortgeschrittene تمام هو المتطورين المتقدمين. Unsere Kurse sind nicht teuer. كورساتنا ليست غالية. Unsere Gruppen sind klein. مجموعاتنا صغيرة.
Wir sind den ganzen Tag draußen. نحن كل اليوم طول اليوم في الخارج. Am Strand, عند الشاطئ und auf dem Meer. وفي البحر. Alle unsere Lehrer, كل معلماتنا machen ihren Job, يفعلون وظائفهم wirklich gern. يعني فعلا بحب وبرغبة. Außerdem, إضافة إلى ذلك, haben wir fast immer Wind. لدينا تقريبا دائما رياح. Und du bekommst bei uns die neueste Surf-Mode zu absoluten Top-Preisen. يعني تحصل عندنا للأجهزة أو التجهيزات ربما الجديدة نويستا أجدد شيء يعني zu absoluten يعني عرض مطلق. Also worauf wartest du noch? إذن على ماذا تنتظر؟ Melde dich hier an. سجل نفسك هنا. Windkind, so soll es sein. هكذا يجب أن يكون. Spaß, ganz groß. تسلية كبيرة جدا. Preise und Preise klein. والأسعار قليلة. الآن ننتقل لـ C. فيلو من نذكر في الـ A1 أن الفيلو هو الفارد وهذا هكذا يسمى في سويسرا. Ihr sympathischer Velo-Vermieter am Bodensee. Sympathisch, ودي. Velo-Vermieter, مستأجر الدراجة. فمستأجر الدراجة, الودي. Am Bodensee. عند البودنزي. اسم مكان. Es gibt viele Velo-Touren. يعني يوجد كثير من الجولات. الدراجة. Am Schweizer Bodensee. عند الشويتزر بودنزي السويسري zwischen Kreuzlingen und Rorschach بين المكانين. Zum Beispiel, على سبيل المثال, können Sie am Ufer entlang fahren. يمكنكم أن تذهبوا حول entlang حول الضفة. Und ohne Anstrengung وبدون مجهود أو بدون جهد den Blick auf den See genießen. أن تستمتعوا genießen النظرة den Blick auf den See على البحيرة. Oder أو Sie machen eine Fahrt تفعلون ذهاب جولة über die Hügel فوق التلات und durch die Dörfer وعبر القرى und sehen im Süden وترون في الجنوب die Schweizer Alpen جبال الألب السويسرية und im Norden وفي الشمال den ganzen See كل البحيرة. Wir von Veloman نحن من Veloman من هذه الشركة kennen alle Touren نعرف كل الجولات und beraten Sie ونستشيركم أو ننصحكم sehr gern بحب. Bei uns bekommen Sie Karten. عندنا تحصلون على بطاقات أو خرائط يعني tips نصائح Ausrüstung تجهيزات معدات und natürlich وطبعا فارغة دراجات. Veloman der Velo-Vermieter mit dem extra service مستأجر الدراجات مع خدمات إضافية. Natur und Kultur. طبيعة وثقافة. Landschafts- und Städtereisen. رحلة طبيعة ورحلة مدن. Sind Sie Naturliebhaber? هل أنتم محب الطبيعة؟ Sie hören gern frische Quaken يعني تسمعون برغبة
صوت الضفدع und Vögel singen وتغنم العصافير أو الطائر. Sie sind offen für die Landschaft, يعني مفتوحين للطبيعة, und für Pflanzen, النباتات, und Tiere, وللحيوانات, am und im Wasser, يعني عند الماء, وفي الماء. Aber, لكن, sie sind auch Großstadt-Fan, يعني أنتم أيضا من معجبي المدن الكبيرة, und genießen gerne mal einen Stadtbummel, وتستمتعون أيضا بالتجول أو النزهة. Wasserwandern Spree Berlin. Wasserwandern Spree Berlin. التجول المائي عند الشبري, هكذا اسم النهر في برلين. Dann haben wir ein super Angebot für Sie. إذن لدينا عرض مميز لكم für Sie. Super Angebot, عرض مميز. Fahren Sie mit dem Kajak, اذهبوا مع الكاياك, القارب يعني, in 5 bis 7 Tagen, ما بين 5 إلى 7 أيام, vom Spreewald, من غابة Spree, bis nach Berlin, إلى Berlin. فSpree في مكان آخر, ويذهب إلى Berlin. Die Tour, الجولة, beginnt auf der Spree. تبدأ من Spree in Lübben. هكذا اسم المكان. Und endet, وتنتهي, auf dem langen See, على البحيرة الطويلة, in Berlin, Köpenick, في برلين, والمنطقة اسمها Köpenick. Sie übernachten, تبيتون, im Zelt, في الخيمة, auf Campingplätzen, في المكان الكامبينج, direkt am Wasser, مباشرة عند الماء. Sprechen Sie mit uns. تكلموا معنا. Wir machen Ihnen ein Angebot. نحن نفعل لكم عرض. Genau nach Ihren Wünschen. يعني بالضبط لرغباتكم أو تمنياتكم. أي سؤال؟ طيب. في سؤال في القطعة الأولى, القطعة الثانية الثالثة. طيب تفضل. هو زي زند نتوا ليبا هبا. هو معلش. حضرتك معايا؟ دقيقة حتى لا أخرج من الصفحة. هو الاسم بتاع النتوة نفس الصفحة اللي كنا فيها يعني. 90. تمام دقيقة. آه 19. ماشي. تمام. السؤال؟ نتوة عند طولتو. السؤال اللي هو فغوشي اللي قال توضع تمام كفاكن كفاكن تمام يعني ايه كفاكن؟ هو كفاكن هو صوت الضفدع يعني حتى في العربي كل حيوان له صوت معين وهذا الصوت له فعند الألمان كمان نفس الشيء فغوشي كفاكن بس ده كفاكن ده يعني مرتبط بالضفدع بس ما ينفعش نقولها مثلا كفاكن اي حاجه ثانيه لا بالضبط يعني هو للضفدع بس هو لو في واحد يعني لو في حيوان يفعل نفس الصوت نستطيع ان نقول له ايضا كفاكن تمام الان
القطعة الأولى أستاذة أم أسامة، القطعة الأولى التي كانت مع المزرعة تناسب لأي صورة؟ صورة بعتقد صورة واحد يعني أينز. Genau. Der Text passt zu Foto 1. Okay. Abdullah, Text 2 oder B? Al-Mike? Nummer 3. Genau. Passt zu Bild 3. Frau Amira, C. Zwei. Genau, C passt zu zwei. Ustaz Muhammad, D. Vier. Genau, vier. Tamam. الآن B. سنبدأ مع الأستاذ غادة. لكن سأقرأ أولا الجمل. ب. lesen Sie die Texte noch einmal. اقرأ الموضوعات من جديد. Hilfe finden Sie auch im Bildlexikon. تجدون أيضا مساعدة في معجم الصور الذي فوق. Was ist richtig? ما هو الصحيح؟ Kreuzen Sie an. A. 1. Der Bauernhof liegt in der Nähe von Innsbruck. المزرعة قريبة من Innsbruck. أستاذ غدا. Richtig. الثانية أيضا. 2. Urlaub bei Familie Lindthaler ist ideal für Wanderer. طيب. Urlaub, الإجازة, bei Familie Lindthaler, عند أسرة Lindthaler, ist ideal, مناسب للمتجولين. Richtig. Richtig, تمام. أستاذة أم أسامة. B. Bei Windkind machen sie Sport und sind den ganzen Tag am Wasser. Falsch. طيب لماذا؟ لأنه كل نهار عم يلعبوا حد المي ما هيك؟ هو يقول انه باي فينت كينت عند فينت كينت ماخن زي سبورت تفعلون رياضه und sind den ganzen Tag كل اليوم تمام في الماء لهيك انا قلت فالش خطا هو فينت كينت هو كان يقول نفس الشيء wir sind den ganzen Tag draußen am Strand und auf dem Meer richtig تمام richtig هو richtig ja. طيب 4 nur als fortgeschrittene dürfen Sie beim Unterricht mitmachen ما فهمت الصيغة السؤال يعني طيب nur als fortgeschrittene يعني فقط للمتطورين dürfen Sie تستطيعون beim Unterricht mitmachen, أن تشاركوا في الدرس. فالش. فالش, genau. لو أردنا أن نصححها, كيف نقولها؟ ما كتير شاطرة بالإجابة, ما بعرف ما ظبطت معي. لو أردنا نصحح النوع من شيء النوع أليس لازم نضيف كمان تمام ممكن نقولها تمام als fortgeschrittene dürfen Sie beim Unterricht mitmachen هكذا يكون ohne النوع تمام لو أردنا نطور الجواب ممكن نقول als Anfänger und als fortgeschrittene dürfen Sie beim Unterricht mitmachen هذا أيضا ممكن
اوكي الان عبد الله سي ده فيلو فاميتا است ان دين شفايتسر البن فالش فالش was ist richtig نعم ماشي سويسرا مودن زي جبسن روتسلينجن und أظن أنت قلتها بودنزي تمام der Velofameter ist in den Schweizer Bodensee طيب الثانية können Karten und Fahrräder aber auch Beratung bekommen richtig Richtig. هو هنا بعض الناس يخربط يعني يظن أن براتونج غير موجودة هي براتونج كانت موجودة في القطع على كلمة tips فنفس المعنى أوكي دي الآن أستاذ زميرة N und K ليه يزيكونن كارتن und ليه عايزة طيب أنت ستأخذين الاثنين أصلاً N und K reisen هي أولاً سبعة N und K لا لا reisen. بتكلم على زكس لسه أنا في زكس الثانية بيغاتن دي يعني. تمام أنا فهمت شيء آخر بيغاتن هي النصيحة مثل tips معنى شيء النصيحة معنى طيب اللي هي إن هم يقدروا يدوك نصايح ولا إيه معلش هي براتونك ترجمته الحرفية استشارة أو مثل استشارة ونصيحة ف aber auch براتونك بكم حصول على النصيحة خلاص تمام أوكي معلش ممكن تيبس نصائح مش كده هو الصوت الان انت عملت الاجابه كده طيب زكس هو زكس صح غشتش ماشي هو عبد الله ممكن تعيد السؤال انا هو الصوت النت سيء ماشي تيبس يعني نصائح مش كده تمام تمام طب ديت جمع صح؟ تيبس جمع تيبس نصيحة واحدة يعني المشكلة لا تيب تي اي بي بي دي نصيحة واحدة صح كده المغلب بتاعها تمام بالظبط ماشي N und K reisen bietet eine Wanderung auf der Spree an. أستاذة أميرة؟ طيب عايزة بس ترجمة كذا حاجة كده unbeated معناها ايه اللي هي فاندرونج وunbeated عايز اعرف بس unbeated تعرض فاندرونج تجول فغشتش ولا فالش؟ غشتش Richtig. So. Sie können sportlich aktiv sein, die Natur genießen und Berlin erleben. Tamam. Sie können sportlich aktiv sein, ممكن أن تكونوا نشيطين رياضيين, die Natur genießen, تستمتعوا بالطبيعة und Berlin erleben, تعيشوا أو تعيشوا في برلين. الآن لدينا في اليمين يعني بعض القواعد غراماتيك لدينا مكتوب verb بعدين plus زائد يعني er فنضيف للverb للفعل الer على سبيل المثال في الأسفل wandern wandern تجول أو يعني الفعل ف
الآن مفصولة لأنها يعني ستشال ستحذف. بعد ذلك نضيف الـ er فيصبح van de غير. فعندما نضيف الـ er يصبح الشخص يعني اسم فاعل المتجول. ففي اليمين بعده يعني الأسهم مكتوب نومن اسم der van de غير المتجول. طيب في الأسفل لدينا verb plus unk يعني الverb الفعل بعدين نضيف له الunk. على سبيل المثال beraten ينصح يستشير يعني يعطي استشارة. فنشيل ال an ونضيف ung beraten النصيحة الاستشارة. فمكتوب نومن تحته دي بغاتونك. ومعلومة أخرى عندما يكون الكلمة أو الاسم فيها أو أن جي فتصبح مباشرة دي بغاتونك. أي سؤال في هنا؟ طيب في الأسفل الذي بين يعني في الصندوق الأصفر الكوميونيكاسيون هذا كل الحوارات. also ich finde denke mag يعني عندما نريد نعبر عن رأينا فنقول also يعني أنا أجد أنا أظن أنا أفكر أنا أحب ich finde ich denke ich mag. Mir gefällt das Angebot. يعني يعجبني العرض. Die Idee auch sehr gut. Mir gefällt die Idee auch sehr gut. يعني يعجبني الفكرة auch أيضا جيد جدا. Nicht besonders. يعني ليس كثيرا. Überhaupt nicht. أبدا. Glaubst du, das funktioniert? هل تظن أنها ستنجح؟ Ich glaube, أنا أظن, das funktioniert nicht. أنها لا تنجح. Ja, ich glaube schon. نعم, أنا أظنها. Liegt im Trend. يعني موجودة في على موضة. Ist gerade in. نفس المعنى. يعني هي على موضة. Ich würde am liebsten. Buchen. Ich würde, كنت أتمنى أن أو أود أن البوخن كانت اسمها بوخن. هو قبل الشراء في كلمة أخرى. حد يذكرني؟ طيب ربما تأتي بعد. فأشت wirklich فعلا حقا ich fahre lieber يعني أفضل أن أذهب كذا. فلدينا في اليسار الآن أسئلة. Wie finden Sie die Idee؟ يعني كيف تجد الفكرة؟ ganz in Ordnung على ما يرام أو جيد يعني. Warum؟ لماذا؟ Viele Menschen haben zu viel Stress. الكثير لديهم ضغط. Würden Sie die Reise buchen? يعني هل ستأخذ هذه الرحلة؟ Auf keinen Fall. أبدا. على سبيل المثال يعني. Warum? Warum nicht? يعني تحجز مثلا؟ تحجز الرحلة بالضبط. مثلا ولا إيه؟ تمام بالضبط. أخيرا. الحجز تمام. Warum nicht؟ لماذا لا؟ Zu langweilig يعني مملة جدا. Zu wenig Menschen القليل من الناس. فهذا يكون مثل الوظيفة وأنا أيضا سأكتبها بحيث نتكلم عن العرض عن عرض ما ونقول عن رأينا يعني هل يعجبنا لماذا لا
هل كنا سنحجزها أم لا؟ وهكذا. إلى هنا أي سؤال؟ طيب، في الصفحة التالية يوجد أيضا كتابة، والموضوع هنا غايزة فأنشتالتا. إنشاء رحلة مثلا. ف A, Ihre Geschäftsidee, Fikratukum Tijaria. Was für Reisen, Aktivitäten wollen Sie anbieten? يعني anbieten. ما هي النشاطات أو الرحلات التي تريدون أن تعرضوها؟ Arbeiten Sie in Gruppen. يعني اعمل في مجموعة. Notieren Sie fünf Dinge. علم أو اكتب خمسة أشياء. Suchen Sie dann einen passenden Namen. ابحث عن اسم مناسب für Ihre Firma, لشركتكم. فلدينا أسئلة حتى أو يعني حوارات. Wie heißt unsere Firma? يعني ما اسم شركتنا؟ Vielleicht Ski Hasen oder Ski Hasen. يعني ربما ممكن نسميه Ski Hasen. Ach nein. يعني لا. Ich finde, أنا أجد Ski und Rodel gut besser. يعني اسم Ski und Rodel أفضل. Okay. Das ist eine gute Idee. نعم. هذه فكرة جيدة. فهو حوار. لكن نحن نجعلها كتابة. بحيث نقول أنه اسم شركتي كذا. ونحن نعرض النشاطات الفلانية أو الرحلات الفلانية. فهكذا انتهينا من الفاصل، وفي الأسفل لديكم الخلاصة تبع الكريماتيك والكوميونيكاسيون. أي سؤال؟